تعديل الوظيفي مع مرتبط مع سلم الوظيفي، مع تعديل السلم الوظيفي، لان كل ما يعدلون او يرفعون من درجه الموظف لابد وان يرفعون من راتبه، من علاوه، من ترفيع، من شغلات اخرى. فانا اتمنى انه من وزاره الماليه انه سهل امر الموظفين بهذا الشيء. تعديل الملاك الوظيفي تعديله بالنسبه للوزارات والمؤسسات، واكيد يصب في خدمه المجتمع وخدمه الموظفين ايضا، يعني العبء على وزارة المالية، على هذه الأعداد الموجودة في الوزارات بصورة عشوائية أو صورة بكثافة. يعني تعرف اليوم الميزانية، ميزانية الدولة لديها الكثير من الأعباء في الحكومات والوزارات. يعني هذا القانون سيسهم في بعض، يعني وضع بعض الأشخاص في أماكنهم الصحيحة، وأيضا يعني التقليل من هذه الأعداد الزائدة في الوزارات وفي بعض المؤسسات. ملف التوظيف بشكل عام في العراق أولاً بحاجة إلى مراجعة كبيرة. اليوم نشاهد هناك ترهل وظيفي كبير، أعداد من الموظفين أعداد كبيرة جداً هي غير موجودة في باقي الدول. يعني دول ربما يعني عدد سكانها أضعاف العراق، لا يوجد نصف العدد من الموظفين اليوم الموجود في العراق، وهذا ما نشاهده في الدوائر. أعتقد اليوم الاهتمام بالقطاع الخاص، كثيراً ما كنا نسمع بالقطاع الخاص على طول الحكومات المتعاقبة، لكن لم نشاهد تفعيل حقيقي للقطاع الخاص. لو تم تفعيل القطاع الخاص بصورة صحيحة لما وجدنا اليوم البحث عن قانون وظيفي أو البحث عن وظائف في مؤسسات الدولة. حياكم الله. قانون جديد للملاك لتنظيم أعداد الدرجات الوظيفية في الوزارات والدوائر والمؤسسات، فهل سيحقق الرضا بين الموظفين أم أنه سيعيد مشاكل المحسوبية والمنسوبية على حساب الخبرة والنزاهة في تقديم الدرجات والامتيازات والترفيعات لمن لا يستحقها بشكل عادل ومنصف؟ هذا ما جاء في تأكيدات المالية النيابية. فما هو الضامن لتحقيق المساواة في الصورة الحالية، لا سيما تأمين حقوق الراتب والخدمة بشكل ينسجم النظام الإداري العالمي ولا يعطي الحق لمن لا حق له ويسلبه ممن ينتظره بنفس مقطوع، كانقطاع الأمل عن الكيان الصهيوني بضربات المقاومة وإضعاف أركانها في المنطقة؟ فمن كان عدته من إيران وعدده من لبنان وعزيمته من العراق لن يقف أمامه شاء من شاء. واليوم صدارة الميدان للحوثيين، وغدا لمن يساندهم بوجه الكيان، ولا عزاء لمن تواطأ وتخاذل لأجل المصالح الشخصية على حساب الدماء المدنية. جديد أهلا بكم. محور ملفنا الأول راح يكون بالمتخصص مع الموارد البشرية الدكتور حسين العقابي، حياك. أهلا وسهلا بيش. أهلا وسهلا دكتور حسين. صراحة لماذا أثير كل هذا اللغط وهذا الجدل حول تعديل قانون الملاك؟ بصراحة هو القانون مثار قبل سنوات، لأن إحنا عندنا عدد من المشاكل. مشكلة الأولى أنه هناك طبعا نفس التقسيم ونفس الملاك في الوزارات، لكن الحوافز والامتيازات تختلف بين وزارة وأخرى، لأن تقسمت الوزارات بطريقة أنه وزارات خدمية ووزارات إنتاجية ووزارات إلى آخره. فتشوف مثلا الموظف في وزارة الثقافة أو وزارة الموارد المائية اللي نفس الدرجة الوظيفية في وزارة النفط أو وزارة أخرى مثل الكهرباء يستلم أعلى من خلال الحوافز والمودودات الأخرى. فهذا المشكلة رقم واحد. المشكلة الثانية أنه
حجم الانفاق العام وزيادة الغلاء المعيشي وزيادة المصروفات لا تتناسب مع حجم الرواتب المعطاة، وهنا هاي سببت فد مشكلة وجاب كبير ما بين الوارد بالنسبة للموظف وما بين ما يحاول أن يدخره أو يوفره. لأن أنت إذا تشوفين سوق العقار خلال هاي السنوات الأربع خمس سنوات الأخيرة ارتفاع مفاجئ، وبزيادة نقدر نسميها زيادة متتالية هندسية بطريقة مضاعفة. فهنا الموظف اللي يعني من الدرجات الدنيا إلى حتى الدرجة الثانية أو الثالثة على هذا الغلاء المعيشي ما راح يقدر يحقق أنه فد وحدة سكنية أو تتناسب مع حجم المصروفات إذا كانت أسرة تتكون من أربع أشخاص. لكن الموظفين يتمتعون بسلب، بمنح، بقروض؟ السلف هي عبارة عن استنزاف أيضا آخر من دخل الموظف. يعني السلف هي غير، ما تمنح سلف بدون فوائد، كل السلف بفوائد، وهاي الفوائد أيضا هي راح تشكل عبء على الموظف لكنها بطريقة تدريجية، وهنا يحتاج لها إلى دراسة. إحنا بالوقت اللي نشجع على زيادة الرواتب وإعطاء منح أكثر للموظفين، لكن يحتاج لها إلى أيضا دعم لسياسة السوق والسيطرة على الغلاء المعيشي للمواد الغذائية ولقطاع التربية وقطاع الصحة وقطاع العقارات. لأن إحنا إذا نزيد الرواتب بالمقابل راح تزيد الأسعار، راح تنعكس زيادتها على الأسعار، وخصوصا إحنا نشاهد في هاي الفترات الأخيرة إنه ارتفاع سعر الدولار وبقاء على هذه الوتيرة أثر على حركة العمل بصورة خاصة. يعني إحنا إذا نشوف القطاع الخاص بصورة دقيقة وملحوظة، إنه نشوف القطاع الخاص شبه معطل، لا يعني يكاد يكون معدوم. هي العلة هنا ألف ورة قلنا، ومن متخصصين ومن دارسين ومن جهات رقابية معينة، خلي الحكومة تفعل القطاع الخاص. لماذا لا يفعل القطاع الخاص؟ القطاع الخاص يحتاج ل يعني هو انترك فترة طويلة، وجزء من عنده من سياسة الضغوط الإقليمية انعكاساتها على تعطيل دور القطاع الخاص. لأن احنا نشاهد أغلب الدول اللي مجاورة ان تشوف عدد الموظفين قياسا بعدد النسمات الموجودة قليل. يعني إيران أكثر من 80 مليون، عدد الموظفين ما يتجاوز 1.5 مليون. الصين اللي تمتلك 1.6 مليار ما يتجاوز من 6-7 مليون موظف. فهنا إشارة إلى أنه شنو؟ أنه الإشارة إلى أنه هاي الدول تعتمد على القطاع الخاص في دعم وإسناد الدولة. الدولة توفر البنى التحتية، توفر البيئة الآمنة، توفر القوانين والسياسات اللي تنظم عمل القطاع الخاص، وبالتالي يأخذ القطاع الخاص دوره في تشغيل الأيدي العاملة، في دعم الاقتصاد الوطني، حتى تصير عملية مكتملة، ما تصير التركيز فقط على القطاع الحكومي وترك القطاع الخاص. لكن أغلب هو هذا واقع حال. كم موظف اليوم بالعراق؟ أكثر من 8 ملايين موظف. وهل دا يرضون المواطن بالدوائر الحكومية؟ هو أنت إذا تلاحظين الواقع الموظفين في الدوائر الحكومية أيضا ما راح نقدر نعطي عدالة كاملة 100%. تلاحظين أكو وزارات بها عمل على مدار الوقت، وتلاحظين أكو وزارات بها ترهل وظيف. وهذا هنا أنا مو صوت الوزارة، القوانين اللي غير منظمة. إحنا عندنا مسألة الضمان الاجتماعي للموظف اللي ما يحقق إنتاجية عالية أو ما يحقق تطوير في أدائه ما راح تكفله. ليش؟ لأن عندنا القطاع الخاص معدوم. إحنا لو القطاع الخاص كان منظم ومندمج مع سياسة الدولة ما راح تصير عندنا مشاكل، وما راح يكون عندنا هالزخم والتوجه على التعيين في القطاع الحكومي وترك القطاع الخاص. يعني حتى أفهم دكتور حسين، عدد الموظفين بالعراق أكثر من الموظفين بالصين؟ طبعا أكثر. زين، هل دي يعني دي يؤدون عملهم بغض النظر عن الوزارات المترهلة؟ شنو اكو وزارات تشتغل واكو وزارات اكو وزارات عملها طبيعة عملها، بالمثل وزارة النفط طبيعة عملها ما بين جانب إداري وجانب تكنولوجي فني مهني ميكانيكي في قضايا الحفر والإنتاج. طبعا هاي ما نقدر نقارنها بالمثل مع وزارة أخرى خدمية، لكن هذا مو يعني انه احنا نهمش دور الوزارات الخدمية، لأن هي منظومة متكاملة. احنا اليوم نتعرض إلى أزمات كثيرة، بالمثل واحدة من عندها مشكلة اللي قاعد تحرق شبابنا مع الأسف، مشكلة المخدرات. هاي مشكلة المخدرات ما توقع على عاتق كل الوزارات، وزارة الثقافة يكون لها دور
في توجيه وتثقيف المجتمع ودعم الانتاج التلفزيوني والسينمائي بشكل يعمل على تربية المجتمع. بس هذا ما قاعد نشوفه. هذا ما يعني قاعد نشوفه لسبب رواتب للموظفين والموظف سبب سبب التخصيصات اللي قاعد تأتي للوزارات بطريقة متفاوتة حسب أهمية الوزارة. حسب أهمية الوزارة. لحد الآن عندنا احنا وزارات مهمة درجة ألف ووزارات درجة باء. فهي هذا التفاوت أثر بطبيعة حتى الإقبال على الموظفين. بعضهم يفضل العمل في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع من أجل الراتب الأعلى والمخصصات الأعلى، ويترك الوزارات الأخرى كانت تكون الثقافة أو وزارة الموارد المائية أو غيرها. اي طبعا يعني هسه هو اليوم المواطن ليش يروح يشتغل؟ هو المواطن بالتأكيد على هو المواطن أو اليوم المواطن الدافع الرئيسي في التعيين هو الكسب المادي. طيب. احنا الدولة المفروض شو تسوي؟ تنوع المصادر لدعم المواطن بالقطاع الخاص والعام. يعني سابقا كانت اكو انه الاسواق المركزيه تدعم الموظفين في توفير مواد غذائيه ومواد منزليه بسعر مدعوم اقل من سعر السوق. مو احنا اليوم شغلت بدال هالمولات، لكن هاي المولات ما حققت في التنميه. بس هسه اذا رواتب الموظفين صعدت بشكل تلقائي كل السوق راح يصعد. طبعا احنا زين لعد احنا السيطره، احنا راح يرجع المواطن قليل وراح يصير اكو تضخم. احنا لا يغيب عن بالك انه اليوم العالم يشهد ازمه بالنقد بصوره عالميه وليس بالعراق، ومتوقع انه قد تنهار الاسعار العقاريه بالقريب العاجل، لان هناك ازمه عالميه على مستوى العالم بمساله النقد والسيوله، إضافة إلى الوضع الضبابي اللي تعيشه الدول الكبرى وتأثيره علينا. يعني أنت شفت الحرب الأوكرانية الروسية كان لها تأثير على توفير المواد الغذائية وارتفاع المواد الغذائية، وانعكس هذا على الشرق الأوسط وعلى أوروبا بشكل عام. فإحنا هنا يحتاجنا إلى أنه تكون سياسة زيادة الرواتب بشكل مدعوم على أن يوفر بالمقابل دعم في القطاع الصحي والاجتماعي والتربوي وضمان السيطرة على الأسعار والمواد الغذائية. هاي نقطة واضحة. نعم. لكن سؤال لحضرتك، قانون الملاك الجديد أنت تشوفه راح يعيدنا للمحسوبية والمنسوبية، لو راح يحقق الكفاءة والنزاهة بين وزارات الدولة؟ هو هذا هو القانون عام يطبق على جميع الوزارات، لكن الفارق وين راح يكون؟ الفارق فيه قلت لك انه اكو وزارات انتاجيه تاتي لها دخل اضافي، واكو وزارات غير انتاجيه، اكو وزارات ذات تمويل ذاتي. فاحنا هنا هاي المشكله بهيكليه الوزارات. احنا بصراحه بعد التغيير بعد 2003 لحد الان التغييرات في القوانين هي تغييرات جزئيه، لا مو تغييرات يعني شموليه عامه. يعني المشكله مو بالقانون، المشكله بهيكليه الوزاره. هي هيكليه الوزاره، يعني انت على سبيل المثال بالمثل عندك دائره السينما والمسرح تمويل ذاتي. من كانت تمويل ذاتي وتعمل بصوره نشطه راح تحقق ايرادات عاليه تتاثر على الموظفين، لكن اذا هي نشاطها الثقافي او الانتاجي قليل فهنا راح ينعكس عليهم على حجم المراتب اللي يتقاضوها الموظفين، بينما اذا تقارنيهم مع مثل موظفين بوزاره الدفاع او الداخليه تشوف انه عندهم مخصصات خطوره ورواتب ثابت نتيجه ما نتيجه ما يتعوضوا له. طبعا احنا العراق مو بفتره حرب، ولكن الان احنا مو فتره حرب، مو احنا مع الاسف سياسه الدوله وتوجهها بعسكره المجتمع، وهذا الشيء ظل مخلفاته نتيجه الخروقات اللي صارت ونتيجه اختلاف السياسات. حتى الان اكو هجمات لداعش الارهابي. صحيح. في اكو هجمات المحافظة. اكو هجمات يعني هذا دلاله على عدم استقرار الوضع الامني، مما يبقى الجيش والقوات الامنيه في حاله تاهب. احنا القوات الامنيه ما ننكر دورها وادائها، لكن اكو حاله عن حاله تفرق. حاله العراق مو مثل 2014 في مرحلة الانهيار، مو احنا الان تبدلنا، اغلب المحافظات مسيطر عليها، وهاي المناطق الخلايا اللي موجودة بها هاي معروفة لها تبعات اقليمية ودولية، وكأنما تكون القضية مقصودة. يعني هسه مغزى كلام حضرتك حتى افهم، بقية الرواتب تكون مثل رواتب وزارة الدفاع والداخلية. قصدي انه هذا الفوارق، هاي الفوارق نتيجة هيكليتها وعملها. زين. احنا الوزارات القانون معمم واحد، لكن الاختلافات راح تصير في حجم الامتيازات اللي تكتسبها الوزارة نتيجة قانونها ونتيجة عملها. هذه النقطة واضحة. اللجنة المالية النيابية، نعم. هل برأيك وضعت القدم
الأفضلية، النزاهة، التدرج الوظيفي، كل هاي خلتها في حسبانها؟ هو النزاهة والتدرج الوظيفي هذا طبعا معمول به، هو غير شيء غير يعني مو شيء مفقود حتى زي. احنا نقدر نوجده بالموازنة. الموازنة السلم الرواتب الجديد هو إعادة تنظيم توزيع الموارد المادية حسب الدرجات الوظيفية زي. أما قضية الترفيع والنزاهة والإنتاج الجيد أو الإنتاج الرديء هذا يعتمد على سياسة المؤسسة والدائرة، الكل مشمولة، الكل مشمولة، كل أربع سنين أكو ترفيع للموظف. إيش قد الفرق بين الرواتب بين الوزارات؟ هسه حضرتك ركزت على أنه الأعلى هي الداخلية والدفاع. الداخلية الدفاع عندك النفط عندك بعض الوزارات. الأقل الوزارات. يعني الوزارات اللي غير خدمية اللي معروفة مثل وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة الموارد المائية، يعني تقريباً يعني إذا تريد تقيسي مثلا على التعليم أو الخارجية قياسا بهالموظفين نفس الدرجة ونفس الخدمة الفرق بال50%. هاي ال50% مو فرق السلم والرواتب، فرق المخصصات الإضافية اللي تتميز بها هاي الوزارة عن ذيك الوزارة. زين، خلينا نجزئها بعد أكثر. أبو الثقافة جاي يقدم، أبو الدفاع الجندي يقول لك جاي بالساتر وجاي نعم. قاتل ويلزم خفر ويلزم طبعاً واجبات احنا نقول للقناة مع احترامي للجميع طبعاً نعم. بس أنا أريد أفهم ومن حق المتلقي أن يفهم. احنا قلت لك هاي الوزارات الخدمة ما ممكن نهمش دورها وأداها، لكن أنت من تعطيها المساحة الحقيقية وتعطيها الدعم الحقيقي حتى تقدم لك الشيء اللي يدعم دور الدولة ودور المجتمع في تطوير المجتمع. بس هسه يقول لك انا اصرف فلوس على ثقافه بينما انا عندي حرب وخلايا نائمه، بينما انا هو شنو سبب الحرب؟ عندي اقتصاد. شنو سبب الحرب؟ الثغره الوحيده اللي بدت بالحرب هو التغيير، هو شنو؟ ثقافه، تعويم ثقافه خاطئه على المجتمع نتيجه لغياب الوعي الثقافي والدور الحقيقي لقطاع التربيه والثقافه والتعليم. احنا حتى قطاع التربيه مظلوم على مدار عقدي، يعني التربية والتعليم، التعليم العالي أستاذ يبقى له 40-50 سنة عود يحصل فد مبلغ معين، وهذا المبلغ نصه راح يستهلك إلى علاج وقطاع صحي. وهسه الحكومة راح تعلل يقول لك أنا شلون أهتم بالثقافة وبالتربية وبالتعليم وأنا كنت عندي حرب. شلون تبني المجتمع؟ يعني هسه مو بعد 2003 لحد هسه هو العراق شو وقت حقق استقلال؟ إحنا اليوم نبحث عن دولة عادلة ونبحث عن إدارة عادلة ونبحث عن سياسة عادلة ونبحث عن قوانين منظمة، وهي هاي كلها تنتج مين تنتج؟ تنتج من قطاع الثقافة والتربية، مو اللي يخرج لي الخبير والدكتور والعسكري والقاضي، كل التربية مو يعني اليوم هاي القطاعات إذا ما أدعمها بصورة حقيقية بجانب الراتب وبجوانب خدمية أخرى، كأن يكون توفير سكن مناسب، توفير دعم للمواد. هذا راح أرجع أسألك، إيش راح يقدم؟ هسه اليوم وفرت الحكومة ليش شلون راح يقدم؟ إحنا وفرت إلى مخصصات، إيش راح يقدم؟ الدول الدول المتقدمة مين بنت عسكريتها؟ شلون أنا أطور القطاع العسكري؟ ما راح أعتمد على التكنولوجيا وعلى التصنيع؟ زين أنا مين أجيب هاي الخبراء والتصنيع؟ غير راح أعتمد على قطاع تربية وتعليم قوي؟ فوحدة ليش هسه احنا عندنا آلاف الكفاءات يا دكتور حسين؟ هو منو بحال كفاءاتنا هسه؟ احنا هاي العملية منو بحال الكفاءات؟ هاي سياسة الدولة، احنا مو أنا ما مسؤول على هاي سياسة الدولة. هو قاعد أقول لك أنا ليش بدي أنتظر جيل اصرف عليه حتى يظهر لي هذا الجيل من جديد؟ وهذا من واجبات الدولة يواكب التكنولوجيا. طيب يا دكتور، هسه احنا عندنا كوما كفاءات، منو منتبه لهذا؟ احنا القضيه المشكله عندنا انه احنا السياسة الدولة هاي غير مشموم، يعني غير واعية لهاي الامور، لكن هي بنفس الوقت احنا القوانين لو تطبق صحيح راح نهتم بهذا الجانب. احنا اليوم ما نقدر نقول الدولة بس عسكر وبس نفط وبس تجارة وبس ثقافة، الوزارات احدى مكملة للاخرى، كلها عملية، العمل يكون شبكي متجانس. هذا موجود بالعراق هسه؟ المفروض يكون موجود. لا ما موجود، احنا نكون واقعين ما موجود. ليش؟ لان احنا تعرفين تحت يعني تحت ضغط التنافس الاحزاب فيما بينها من اجل تقديم السلطه، وتدرين انت التجربه الديمقراطيه على العراق والشرق الاوسط تجربه حديثه يحتاج لها فتره، لكن الاداء يختلف شيء عن شيء، الوعي الشعب يختلف شيء عن شيء، فاكيد النتائج راح تكون افضل بالمستقبل. لان زين انا بدي اسال حضرتك، شنو اللي يجبر مثلا طالب متخرج انه يروح يداوم ب 350 ألف في وزارة مثلا ما لها رواتب قوية، أو يدفع فلوس حتى يروح يداوم في
وزاره قويه، ما يقدر يفتح له مشروع الخاص ويبدي. اي مو اللي جبره الطالب، احنا البيئه الحاليه قلت لك غياب القطاع الخاص وغياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص، وين يتجه المواطن؟ يقول انا احسن ما اظل قاعد بدون عمل وبدون وظيفه التحق باي وظيفه. ليش؟ لان البطاله عاليه، وعندنا كليات اهليه وحكوميه، وكل سنه عندنا عدد خريجي لا يقل عن 7-8 آلاف طالب، فهنا يا مؤسسات تحتويهم. اذا تقولي لي على الوزارات اقول لك الان الوزارات تعاني من ترهل، وهنا يجب ان يتنشط دور القطاع الخاص بشكل حيوي وملموس ويبدي بكل جوانبه. زين، 8 ملايين واكو ترهل واكو ضعف وظيفي لبعض الوزارات، وهسه هذا القانون اذا ساوى الرواتب او علاه ايش راح يصير؟ ست مو احنا المشكله بدايه 2003 صارت عندنا مشكله انه الجانب الامريكي من خصص ميزانيات لبناء البنى الاستراتيجيه الحقيقيه لبناء دوله حقيقيه لم تطبق. لم تطبق، وهذا انعكاساته احنا اليوم بدنا نعيشه. احنا اليوم المفروض مخلصين من بناء البنى التحتيه الخاصه في القطاع الزراعي والصناعي والكهرباء، فبالتالي راح ننتقل الى مرحله افضل وهي عمليه تنميه. لك ومنو دمر البنى التحتيه غير القوات الامريكيه؟ خلي نكون واقعيين. هم خلى قانون بس دمر لك البنى التحتيه. هم بسياستهم اللي اعطت المجال للمتطفلين وغيرهم من السيطره على المشاريع، وكل اغلب المشاريع كانت وهميه، وهي انعكاساتها. كانت الميزانيات المقرره لبناء بناء اساس وهيكل استراتيجي للدوله لكن لم تتحقق، ولحد الان احنا نشوف يعني هاي الدوله انه انجزت بعض المجسرات والطرق بفترات قياسيه، هاي المفروض كانت تنفذ بعد اول 2003، لان يعني كانت ميزانيات هائله تصرف على المشاريع والبنى التحتية. بس أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. نعم. فسؤال لحضرتك، هذا القانون الجديد راح يفيد الموظف؟ يفيد. راح يخلق أزمة جديدة؟ هذا القانون سلاح ذو حدين، إذا أريد يفيد الموظف لازم نسيطر على أسعار المواد الغذائية، ونسيطر على أسعار العقارات، ونقدم دعم بديل أو مساند للقطاع الحكومي حتى يحقق فائده بالنسبه للموظف. لكن اليوم اذا حققنا زياده وهذا الزياده يقابلها انفلات في السيطره على سعر الصرف اولا، والسيطره على سعر المواد الغذائيه والاسعار العقاريه والقطاع الاجتماعي والصحي والتربوي والتعليمي. انت اليوم نعاني من مشاكل، مثل القطاع التربوي ماكو مدارس كافيه، ماكو مدرسه بها 3 دوامات أو 4 دوامات، وهذا بالتالي راح تضعف كاهل الموظف، يضطر يودي ابنه المن للقطاع الخاص. اي انت تتحدث عن الموظف، لكن نعم. اليوم اكو تخوف يقول لك اذا زاد راتب الموظف بالمقابل زادت الاسعار، وهي اوريدي راح تزيد لانه انت شفت الدولار. هو هذا القانون، القانون هذا سلاح ذو حدين. انت عندك الطبقه الفقيره راح تعدم، راح نعم. تعدم بالكامل، لانه راح عندك يصير سوق غالي، موظف رواتبهم عاليه، طيب الفقير وين ينطي وجهه؟ الفقير ممكن تعتمد على مبادرات الدوله في دعمه اللي ذوي الاحتياجات الخاصه واللي معتمدين على بطاقه الرعايه الاجتماعيه. قلت احنا الاعتماد على ناس ما عندهم عمل، واللي ما عنده عمل احنا هنا نحتاج، قلت لك اذا دعم القطاع الخاص وفتح اسواق جديده في القطاع الخاص، وهو يقابلها الى فتح اسواق. يعني اعطيك تجارب بالمثل بالدول المجاوره، تركيا على سبيل المثال، هناك اسواق متخصصه لذوي الدخل المحدود، تعمل الدولة من خلالها على السيطرة على أسعار المواد الغذائية. هاي دا تحكي في دول لديها نظام متقدم. أنت اليوم عندك أكثر من 33,000 شخص ما مشمول بالرعاية، وهو ياخذ راتب من الرعاية. وهذا ما يجي دور الدولة، يجي دور الدولة في بناء سياسة حقيقية تعتمد على القطاع الخاص والعام في التوجه إلى كافة طبقات المجتمع. أنا أعرف هذا دور الدولة. نعم. وأنت كذلك تعرف، المتلقي يعرف، لكن سؤالي هل راح يحقق على أرض الواقع بالفعل؟ هنا أنا هذا السؤال مو أنا جاوبك عليه، رئيس مجلس الوزراء. لا، أنت من خلال قراءتك. من خلال القراءة قد تكون معالجات جزئية وليس كاملة، لأن بعد يحتاج لنا، قلت لك إحنا اليوم ماذا نشوف بالأفق فالتنمية حقيقية للقطاع الخاص حتى نطمئن، أو يطمئن اللي ما عنده فرصة عمل أنه راح يلقى له فد ملاذ آمن بالقطاع الخاص. لكن إذا بقى على هذا الوضع فراح طبعا يزيد الخطورة، لأن راح تتحرك أسعار المواد وقد ترتفع بشكل عكسي لا يتناسب مع حجم الزيادة الحاصلة. أنا أشكرك جزيل الشكر، المتخصص بالموارد البشرية الدكتور حسين العقابي، حياك الله، وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت.
ملفنا الثاني راح يكون عن دخول عمليات المقاومة اليمنية للمرحلة الخامسة ضد الكيان الصهيوني بعد اعتداء الحديدة، وراح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. ردا على غارات الكيان الصهيوني التي استهدفت مدينة الحديدة اليمنية، قوات الحوثي تعلن تنفيذ عملية عسكرية باستخدام الصواريخ البالستية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر، مؤكدة سنقابل التصعيد بالتصعيد حتى تحرير الأراضي الفلسطينية. على العالم كله، العالم الإسلامي والإنساني، أن يقف مع الحوثيين. نعم، العراقيين وكل شرفاء، نحن يدا وقالبا ومستعدين للتضحية أو القتال أو محي إسرائيل، لأنه إسرائيل أصبحت العصب الخبيث الذي يؤثر على الإنسانية وعلى العالم العربي والإسلامي. المفروض كل الدول وكل المواقف الإنسانية تكون مع الحوثيين من أجل أضعاف إسرائيل أو اتخاذ قرار ضدها من أجل إيقافها لهذه الدماء. الحوثيون بدأوا في تنفيذ العديد من العمليات النوعية لاستهداف الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة التي أصابت أهدافها بدقة عالية أوقعت خسائر مادية وبشرية داخل العمق الإسرائيلي. المقاومة هي واجب شرعي، سواء مقاومة بالكلمة أو سواء مقاومة بالرصاص، الحل مشروع، لأن هؤلاء شرعوا قتلنا، هؤلاء شرعوا قتل أطفالنا، تهديم مساجدنا، قتل نسائنا، تهجير شيوخنا وما غير ذلك، قتل الحياة. هؤلاء اليهود قتلوا الحياة، فما الذي يرتجى من هؤلاء؟ هو المقاومة. المقاومة بغض النظر عن أي فصيل مقاوم مسلح، أي مسمى، أي جهة كانت عربية أو غير عربية، أن يقاوم هؤلاء. العرب كلهم مدعوون أن يقاوم. أثبتوا أن الحوثيين دفاعاً عن العرب ضد الكيان الصهيوني، وانفرد الكيان الصهيوني بغزة ودمرها زين، وحاولوا هم يعني يدافعون عن نيابة عن العرب، رغم ما العرب ما ساعدوهم زين، وإن شاء الله يتفوق الحوثيين عليهم رغم ما ضربوهم الضربة الخسيسة. قوات الحوثي مستمرون باستهداف إسرائيل حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة، ولن نتوقف عن عمليات المساندة للفلسطينيين مهما كانت النتائج. من بغداد، شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع رئيس مؤسسة نارام سين للحوار والتنمية المجتمعية الدكتور حيدر البرزنج. حياك الله دكتور. أهلا ومرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب عبر زوم من الكاتب والمحلل السياسي من اليمن حميد عبد القادر عنتر. حياك الله أستاذ حميد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور حيدر. الحج صار كله ثقيل من الحوثيين، بدأنا بمرحلة العمليات الخامسة، وإذا تستهدفون المنشآت النفطية فهذه لعبتنا، ماذا تدل هذه الرسالة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولضيفك، وعظم الله أجورنا وأجوركم وأجرك أعظم بشهادة الإمام الحسين. حقيقة هم ثقال، يعني هم الحوثيين لهم ثقل. نعم. وارتكاز. الشعب اليمني شعب التحديات، شعب الصمود أمام كل الاهتزازات والعواصف التي مرت باليمن تاريخيا نتحدث. نعم. حتى قبل الإسلام. يبدو أنه عدم قراءة التاريخ وعدم معرفة الجغرافيا السياسية لهذه البقعة من الأرض اللي هي اليمن، أصل العرب طبعا، أنا أعتقد نهاية الكيان الصهيوني أن يدخل في هكذا مسارات، يحاول طبعا ابتداء تشتيت الجرائم وإخفاءها ما يحصل في غزة. طيب. وفتح جبهات متعددة، وبالتالي هو غير قادر على أن يفتح هذه الجبهة التي هي تقول أنا أمامكم، أتحداكم، أنا أنصر غزة. طيب. فيما يتعلق بضرب المنشآت النفطية، شو راح يكون السيناريو؟ واقعا السيناريو الإخوان هم يعني لهم إعداد خاص ولهم طريقة في الرد. أنا أعتقد أنه الجغرافيا العسكرية والمصالح
الاقتصادية للكيان الصهيوني والأمريكي متوفرة وموجودة وسهلة الوصول، يعني ليس لا يمكن أن نقول أنها صعبة المنال. اليوم الأخوة المقاومين الأبطال في أنصار الله يمتلكون العدة والعدد والتكنولوجيا في الوصول إلى أبعد نقطة في الكيان الصهيوني، وأعتقد أنه ردات الفعل ليس لا تحوي على دبلوماسية أو فيها جنبة سياسية أو ممكن أن تتدخل أطراف. حرب البواخر وحرب المياه واضحة كانت، يعني عندما استهدفوا مجموعة وشنوا هجمات عديدة على البواخر التي تتوجه للكيان الصهيوني حتى البريطاني، ما وجهت لهم ضربة أمريكية بريطانية، والنتيجة شنو؟ اهتزوا تراجعوا. طيب لماذا لا يعي الغرب والكيان الصهيوني ما يحدث من قوة وعزم وصمود اليمن؟ بالتالي تلملم ما حدث. هذه يعني سنة، يعني سنة إلهية، دائما الطغاة البغاة اللي يرون في أنفسهم ما لا يرى فيهم الآخرون يتعكزون على التكنولوجيا، على العدة، على ما يمتلكونه من أسلحة، لكن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. وواقعا ليميز الله الخبيث من الطيب. أنا أعتقد هذه معركة الحق والباطل بدأت تفصل. نعم. نرى يوم أمس وأنا أتصفح مواقع التواصل وبعض مواقع الإخبارية، البعض من عندهم كأنه شامت بما حصل، كأنه فرح، كأنه يعطي رسائل. أصبح بعض أنا يعني عذرا هالمفردة دونية، أصبح البعض من العرب أو من ينتمي إلى المنظومة العربية أو الإسلامية يتحدث فرحا أنه هذه هي النهاية. لا، هذه هي البداية، هذا هو المستنقع الذي سوف تسقط فيه، يسقط فيه الكيان الصهيوني. نعم. أستاذ حميد، ما هي أبرز ملامح المرحلة الخامسة من العمليات؟ هل لك أن تضعنا في الصورة؟ أولا مساء الخير وأشكر كل قناة الأيام على الاستضافة. حياك الله. كذلك الشكر لكم وضيفك يا الكريم وللأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. قبل أن حياكم الله، قبل أن أبدأ كلامي، أولا عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أبا الأحرار أبا عبد الله الحسين عليه السلام هو وأهل بيته. طبعا الكل اليوم شاهد قايد الثورة عندما ألقى خطاب اليوم بعد التصعيد الكيان الصهيوني والذي قام يوم أمس باستهداف محافظة الحديدة واستهدف ميناء الحديدة، ضرب خزانات النفط، وكان يعني ضرب هدف مدني، يعني عندما ضرب خزانة النفط يعني من أجل يتم إظهار الحرائق العالم، يظهر نفسه أنه منتصر برغم أن الكيان الصهيوني مهزوم إلى حد الآن، ما قدرش يحقق أي انتصار عسكري في قطاع غزة إلا قتل المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، يعني كل هذه ارتكب جرائم حرب. بالنسبة للمرحلة التصعيدية الخامسة الذي أعلن عنها قيد الثورة، هذه المرحلة تعتبر من أخطر المراحل التصعيدية في وجه الكيان الصهيوني الإيجيبت والإدارة الأمريكية. هناك أسلحة يعني نوعية، أسلحة متطورة يعني جدا لم تدخل بالخدمة، سيتم تجريبها في خلال هذا المرحلة التصعيدية مع الكيان الصهيوني الإيجيبت ومع الشيطان الأكبر المتمثل بالإدارة الأمريكية. طبعا اليمن هو يمتلك مخزون استراتيجي من الصواريخ البلاستية، من صواريخ الطرد الصوتية التي لا تمتلكها أي دولة في الشرق الأوسط. كذلك اليمن يمتلك قوة ردع، الآن أصبح اليمن مصنع عسكريا، مصنع للطيار المسير، تطور من منظومته الصاروخية. العدوان الذي شن على اليمن خلال 9 سنوات وتم استهداف كل شبر من أراضي اليمن، وتم تجريب كل ما انتجتها الشركات البريطانية والأمريكية من سلاح فتاك ومحرم دوليا، تم تجريبه في اليمن، وبرغم ذلك لم يستطيع القوى الاستخبار العالمية أن يحققوا أي هدف من أهدافهم المدنة خلال 6 سنوات. أستاذ حميد، فيما يتعلق بحرب المنشآت النفطية، كيف تتوقع أن يكون الحال مع الكيان الصهيوني؟ طبعا هناك اليمن يمتلك بنك أهداف، يعني بنك أهداف حساسة، يعني سيتم ضرب
أهداف حيوية واستراتيجية وحساسة للكيان الصهيوني الرقيب. طبعاً الأول أمس الناس شاهد العالم كله عندما أعلن الناطق العسكري أن تل أبيب أصبحت منطقة غير آمنة، ودعا إلى المدنيين الابتعاد عن أي مواقع عسكرية، مواقع حساسة استراتيجية يتم الابتعاد عنها المدنيين، لأن أصبحت تل أبيب مسرح للعمليات العسكرية وأصبحت في مرمى القوى السارقية والطائرة المسيرة. كان أول الأسرع يعني كان هناك اليمن، كان تدخله مع القضية المركزية فلسطين مساند، لكن طالما والكيان الصهيوني شن عدوان مباشر على اليمن، بمعنى أن الكيان الصهيوني دخل في حرب مباشرة وفي حرب مواجهة مع اليمن، عليه أن يتحمل التداعيات والنتائج، لأن اليمن ليست كأي دولة عربية. هو اليمن معروف تاريخيا اليمن معروف أنه مقبرة الغزاة، من حاول أن يغزي اليمن لا يرجع إلا في تابوت. طيب، هؤلاء الصهاينة وضحت الفكرة أستاذ حميد. نعم دكتور حيدر، ذكرت نقطة مهمة هي ماكلة الإعلام الأصفر التي تحاول تضليل انتصارات اليمن، ما الاستفادة من كل هذا؟ يعني واقعا هي منذ بداية الحرب على طول خط صراع ما بين الحق والباطل، قطعا كانت هناك ماكينة إعلامية مضللة باختلاف الأزمنة، ابتداء منذ أن استشهد علي بن أبي طالب سلام الله عليه حتى قيل أكان علي يصلي، حتى أنا استشهد بهذه المواقف التاريخية باعتبار احنا بشهر محرم الحرام، حتى السبايا يعني نساء رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دخلوا إلى الشام سألوهم أنه هذا الخوارج من، وبالتالي هذه قلب الحقائق والتزييف وممارسة هذا التسويق الإعلامي هو ليس بجديد، يعني بالنتيجة لكن هذه فرحة العربي ما هو لا بضربات الكيان الصهيوني، هذا هو الجديد. الإمام الحسين خاطبهم إن كنتم أعرابا، هذه استشهادات تاريخية ضرورية أن يقرأها المتلقي، هم هم أعراب، أو قالهم ناشدهم بالعربية. نعم. وبالإسلام لبدعة ابتدعتها، فهكذا هم الماسونية العالمية أو الكيان الصهيوني يجند مجموعة من العرب من المسلمين من داخل النسيج الاجتماعي وأحيانا من داخل نسيج سياسي معين. طيب. غايته أن يظهر أنه هذه الانتصارات لا يعطيها حجم الحقيقي، يهون يطعن، بالتالي يصير الصراع داخلي حتى يشغل المجتمع الذي انتفض ونهض إزاء هذا الظلم والطغيان الصهيوني الأمريكي، ويقول لهم أنه هذه الأدوات. طبعا هناك مجموعة من التجنيد لشخصيات تصل إلى مستوى وزراء بالمناسبة، يعني وزراء فما دون قد يكون هناك بعض، وهذا حقيقة واقعية معروف في الملفات الأمنية والمخابرات. مع الكيان الصهيوني؟ نعم نعم، لهم تعاون ويعطون معلومات وتبادل. إيه هذا بعلم الدولة لو من غير علم الدولة دكتور؟ قطعا البعض في بعلم الدولة والبعض الآخر بغير علم الدولة، وحتى الاجتماعات التي تحصل بعضهم يقول خلصونا من حماس ومن قصة المقاومة، وخلصونا من اليمن، وخلصونا من الحوثيين، هذا لسان حالهم. لذلك أنا أعتقد أنه عندما استسلم مجموعة من في ثورة المختار قطعوا رؤوسهم، 5000 قطعوا رؤوسهم أو أكثر، 7000. فبالتالي عندما يصل هم يريدون أن يصلوا بالمجتمع الإسلامي العربي إلى مرحلة الخضوع والخنوع، ابتداء من قضية التطبيع التي وقفت بسبعة أكتوبر، توقف كل شيء. كانت هناك كان من المفترض أن يكون العراق مطبعا مع الكيان الصهيوني؟ العراق لن يطبع قط ما دام فيه مقاومة، ما دام فيه شيعة وأهل البيت، وما دام فيه شرفاء من إخواننا من الطوائف الأخرى لن يطبعوا. بالمناسبة أكو يهود ترى مو متصهيني، يهود ضد الصهيوني في العالم. هذا الصوت الضمير الإنساني اللي نراه في الجامعات الأمريكية، اللي نراه في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا، تظاهرات
مئات الآلاف. مغزى سؤالي دكتور، هل كان من المفروض أن يكون العراق مطبعاً؟ كان يفترض، كان يحاك له الخارطة، مؤتمرات كانت تدعم. نعم نعم، كان التطبيع يخطو خطوات طبعاً بمساندة وبمساعدة بحكومة فاسدة سابقة. أي؟ كان المفترض أنه العراق يمشي بهذا المسار، وكان المفترض أنه يكتمل هذا المسار، ولكن قطع الدابر هذه الفتنة من خلال ماذا؟ منذ أن أنشأوا القاعدة وداعش ومنصات الذلة والمهانة اللي أرادت أن تقطع الطريق، حتى دعوات الأقلم اليوم، نعم وإن كانت هي دستورية، لكن غايتها وأبعادها شنو؟ شنو غايتها؟ ليش هذا الموضوع يثار؟ وخاصة في هذا التوقيت هنالك ربط مع أحداث غزة. هو هذا التوقيت وغايتها شنو؟ شنو؟ سابقا كنا نسمع طبعا يدار في الإعلام أنه توطين الأخوة الفلسطينيين في صحراء الأنبار، هي هذه النقطة، توطين كذا، أكو اتفاقية. بعد الانتصارات اللي سطرتها المقاومة الإسلامية في العراق وأبناء الحشد الشعبي اللي انبثقت من هذه البودقة الكريمة وأوقفت هذا المشروع، انتهى هذا الحلم، خلص دعوات الأقلمة حتى لا تبقى قوات أمنية هناك، حتى تصير قوات خاصة بهذا الإقليم، ويجي واحد يتزعمها مهووس بالزعامة والرئاسة ويبدي هو ينظر ويقرر وكذا. تتوقعين لو ما صارت هذه الضجة الكبيرة داخل المجتمع العراقي اللي الآن الرافض النقي باختلاف توجهاته السياسية، لكن عندما نصل للحقيقة أنا يعني متيقن أنه أخواننا وأهلنا في كل محافظات المحررة كما يسموها الستة هم رافضين لافضين لهذه، هم شخصيتين أو ثلاثة ما لهم وجود، ما لهم يعني ما لهم وجود أصلا في بناطقهم، والبعض تبرأوا منهم. ممكن نشوف السيناريو أن الفلسطيني يسكنون في هذه الأراضي؟ أولا لا، الفلسطيني يقبل، هو أكبر بكثير من أن يقبل أن يخرج من بلاده. لو كان لبان أكثر من 84 سنة والفلسطينيين يقاومون ويجاهدون الكيان الصهيوني، الآن يريدون أن يجلوهم من مناطقهم من غزة ويجون رغم كل الظروف الصعبة. مو أكو إبادة اليوم، أكو إبادة جماعية في غزة. الله سبحانه وتعالى ينصر عبده رغم أنه أكو إبادة. نعم إن تألموا فهم يألمون كما تألمون، هذه واقعة. أنه فعلا هم يسرفون في القتل، يجرمون، يسفكون الدماء الأطفال والنساء وكل شيء، ما عندهم حرمة. بالوقت المقابل هناك خسار وهناك تكتم إعلامي في الجانب الآخر، محاولة تهوين ما يحصل، هناك ضربات موجعة. ترى فلسطين ليست وحدها، قام العراقي. هو هذا السؤال، هل من الممكن أن تكون حرب شاملة ومفتوحة؟ خاصة أن المقاومة العراقية هددت بشكل واضح وصريح بأنها ستكون مع جنوب لبنان إذا دخل جنوب لبنان بحرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني. لبنان قصة أخرى، الأخوة في كتائب حزب الله، في حزب الله عفوا، قصة مختلفة تماما. القوة العسكرية والقوة البشرية اللي يمتلكها الإخوان في جنوب لبنان مختلفة تماما. بالنتيجة هناك تعدد أدوار ووحدة هدف، لن تترك غزة وحدها. ما فعله الصهاينة في اليمن هو محاولة لكسر عزيمة أطراف المقاومة، محور المقاومة. نعم. وهذا لن يحصل. شاهدنا قبل أيام خرج الشيخ أكرم الكعبي وهو بذاته يطير مسيرة، يطير رسالة. اليوم هناك بيانات واستنكارات. نعم. من كافة القيادات السياسية العراقية بشقيها المقاوم والسياسي استنكارا. هذا شيء يريد ينطي رسالة، يريد يقول كل شخص أو كل كيان أو كل جهة مقاومة تتدخل أو ترسل طائرات أو صواريخ إحنا سوف نرد، وبالتالي هي رسالة أبعد من ذلك طبعا. نعم. نعم. طيب أستاذ حميد باختصار وبأقل من دقيقة لو سمحت، ما العمليات التي ممكن أن نراها في مقبل الأيام، خاصة أن الحوثيين قالوها بشكل صريح أن هنالك عمليات نوعية ستكون بالضد من الكيان الصهيوني؟ نعم سيدتي الكريمة، المرحلة التصعيدية الخامسة ستكون يعني مرحلة خطيرة جدا، وستكون يعني تصعيدية أكثر من المرحلة الرابعة. سيتم استهداف مواقع عسكرية ومواقع حساسة
للكيان الصهيوني القط. كذلك سيتم استهداف المصارعة الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو في البحر الأحمر. كل المصارعة الأمريكية والتواجد الأمريكي في الخليج سيتم استهدافها من قبل الصواريخ اليمنية والطيران المسير. كذلك في الكيان الصهيوني هناك يعني عدة أهداف حيوية واستراتيجية تم رصدها في بنك الأهداف. لذلك ما فيش مع الكيان الصهيوني الرقيق غير خيار واحد فقط، أما أن يفك الحصار على قطاع غزة ويوقف العدوان ويعترف بالهزيمة، أما أنه يحكم على المسيب بالفناء. اليمن اتخذ قرار لن يتراجع عنه مهما كانت التحديات مهما كانت النتائج. اليمن سيستمر بالضرب الكيان الصهيوني الرقيق بالضرب التواجد الأمريكي في الخليج البارزي في البحر الأحمر في البحر الأبيض المتوسط في المحيط الهندي حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار، لأن الصراع هو صراع بين عسكرين، عسكر حق وعسكر باطل. شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا أستاذ حميد عبد القادر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من اليمن. شكرا جزيلا الدكتور حيدر البرزنجي رئيس مؤسسة نرام سين للحوار والتنمية المجتمعية. شكرا جزيلا وحياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ختام ملفنا الثاني سيكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول دخول عمليات الحوثيين المرحلة الخامسة ضد الكيان الصهيوني، لنتابع. ننتقل بكم الآن إلى الموجز الخبري. السوداني يشدد على ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين وبذل الجهود للحيلولة دون اتساع الصراع إقليميا. وزير الصحة يعلن العمل على مقترح إنشاء مستشفى جديد بكل محافظة للنسائية والأطفال. صندوق استرداد الأموال يكشف عن مفاتحة وزارتي المالية والزراعة لمصادرة عقارات المجرم عزة الدوري. وزير العمل يحدد الشهر المقبل موعدا لإطلاق المتراكم من المبالغ المستحقة للمعيد المتفرغ لثلاثة أعوام. مجلس الخدمة الاتحادي يعلن تعيين أكثر من 240 من حملة الشهادات العليا. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.